مرحبا بكم أصدقائنا محبي قناة التعلم علوم وتكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. أصدقائنا اليوم سوف نتعرف على الكثير من الأشياء في عملية البناء وأسرار البنائين، لذا شاهدوا الفيديو ربما سيفيدكم. هذه الآلة هي آلات سد البراغي، شاهدوا كأنها كلاشينكوف. ماذا عن هذا المكبس الهيدروليكي؟ مكبس هيدروليكي يرفع أعتى الزجاج عن مكانه، نعم، لكنه يقوم بالتنظيف. إنه كدعسوقة صغيرة تنظف هذا الزجاج مهما كان صعبا. شاهدوا، إنه مثالي للغاية. هذه مكنسة لكنها خارجية، إنها تستخدم للمساكن وكذلك المباني الكبيرة، تقوم بشفط كل شيء أمامها. إذا كان لديك أنبوب وتريد أن تضع ثقوبا محددة على حسب مكان الشجرة أو الشتلة، هذا المثقاب الذي يقوم بتركيب هذه الثقوب للري سيفيدك حتما. أصدقائي لمحبي إضاءة الليد، جئنا لكم بهذا الاختراع السهل. اختراعة النيون أو ليد مثالية للغاية، لا سيما إن كانت في مرحاض. شاهدوا طرق تركيبها بسلاسة. شاهدوا عملية البناء كيف تكون. القضبان الحديدية بمقاييس محددة ومربعات ذات أقطار متساوية ومحددة، وبعدها تصب الخرسانة بهذا الشكل. والآن دعونا ننتقل إلى ابتكار آخر، وهو ابتكار البي في سي. إنه للحماية من التآكل في هذه الجدران الخرسانية. يوفر هذا الهيكل عدم تسرب المياه إلى الجدران. عملية البناء مثالية للغاية يا أصدقائي. ليست كعملية بنائنا نحن. شاهدوا مدى الإتقان والبراعة. يفكرون في كل شيء، في أدق الأشياء وأبسطها وأسهلها، قد تبدو تافهة لكنها ليست كذلك. نحن قد يتركون الأهم. يدخر مالا. DYKAIR إنها مصممة خصيصا لهذه المواقع للبناء. إنها توزع الهواء وتدفقه بكل سهولة مع الطاقة المناسبة. شاهدوا كيفية تركيبها قبل ضخ الإسمنت. هل تعانون من إصلاح أنابيب الصرف الصحي؟ دعونا يا أصدقائنا نكتشف العديد من الابتكارات لتثبيتها وكذلك إصلاحها.
هذا الطوب المبتكر KBIQ رائع جدا للتشييد في المواد الصناعية التقليدية. شاهدوا مقارنة مع الطوب الآخر، مختلف تماما ومقاوم لكل شيء. صناعة هذا الطوب سهلة جدا. ماذا عن هذه الصهاريج الكبيرة؟ هل هي حفاضة ماء؟ دعونا نكتشف. إنها للمياه لكنها ليست لمياه الشرب بل للصرف الصحي. يقومون بحفر حفرة عميقة ووضع هذا الصهريج الكبير هناك، وها هم قد تمكنوا من وضع مياههم للصرف الصحي بأمان. هذه العربة ذات العجلتين مثالية في النقل، عندما تضع فيها الثقل تقوم بضمه، وهكذا يمكنك نقل أي شيء بسلاسة وفي أي مكان. مثالي. دعونا الآن نشاهد هذا الخلاط، إنه مثالي للغاية. شاهدوا كيف يقوم بتعبئة كل هذه الياجورات. حقا البناؤون أصبحوا مخترعين خطيرين. شاهدوا كيف يمكنك تعديل هذا المقبض. هل لديك الكثير من البراغي؟ وبأحجام مختلفة، هذا البرغي أو هذا المقبض مثالي لكل أنواعها. أما هذه فهي فرشاة بأسنان حديدية مسننة، لكنها يدوية وتعمل بالكهرباء، مثالية لحك الخشب. بضغطة زر واحدة يمكنها أن تضخ البرغي في مكانه، وذلك لجمع السقف مع بعضه البعض. أصدقائي نترككم مع بقية الفيديو، نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا أننا سنلتقي غدا في حلقة جديدة وفي نفس الموعد، فكونوا في الموعد. كونوا في الموعد. إلى اللقاء، نحبكم. باي باي.